أمرنا الحق سبحانه وتعالى في إسكان هذه المحبوبة في هذا المقام الكريم، مقام الوجد. الوجد هو اليسار، الوجد هو الاستبشار، الوجد هو الخير الكبير. الوجد ثلاثة مراتب: وجد وتواجد ووجود. الحق تبارك وتعالى عندما خلق هذا الخلق وجعلنا في هذا الوجود جعل لنا وجدا، لأن الطريق في الحب طويل وممتد. واعلم أن الوجد ليس هو المحطة الأخيرة، هو مقام علي لكنه ليس بالمقام الأعلى.